على بركة الله نبدأ درسنا لهذا اليوم لمادة علوم الكيمياء للصف الأول متوسط. موضوعنا لهذا اليوم هو الصيغة الكيميائية. الصيغة الكيميائية. الصيغة الكيميائية لو نجي نعرفها هي صيغة رمزية بسيطة توضح نوع وعدد الذرات التي يتركب منها جزيء واحد من المركب. إذا هي صيغة رمزية بسيطة توضح نوع وعدد الذرات التي يتركب منها الجزيء التي يتركب منها جزيء واحد من المركب. مثل ما تطرقنا في الدروس الماضية المركبات الكيميائية، المركب هو ينتج من اتحاد العناصر بنسب وزنية ثابتة. وعندي نوعين من المركبات تطرقنا إلها في الدروس الماضية، المركبات الأيونية والمركبات التساهمية. شلون أمثل هذه المركبات الأيونية والمركبات التساهمية، أو شلون أعبر عن المركبات الأيونية سواء كانت أيونية أو تساهمية؟ عموما المركب يعبر عنه بالصيغة الكيميائية، وذلك بكتابة الرموز الكيميائية للعناصر المكونة لذلك المركب. فالصيغة راح تبيني نوع وعدد الذرات التي يتركب منها جزيء المركب. طبعا كل جزيء مركب يتركب من عدد محدد من الذرات حسب نوع الجزيء. مثلا لو ناخذ جزيئة الماء، جزيئة الماء منين تتركب؟ جزيئة الماء، الماء صيغته الكيميائية H2O. هذه هي الصيغة الكيميائية للماء. الصيغة الكيميائية للماء شو تبين لي؟ تبين بأن الماء يتكون من الهيدروجين والأكسجين. إذا بين لي نوع الذرات هيدروجين وأكسجين، كم عددها أيضا موجود في الصيغة الكيميائية؟ هذه الاثنين مضروبة بالهيدروجين، تعني أن جزيئة الماء تتكون من ذرتان من الهيدروجين، يتكون من ذرتان من الهيدروجين. بما أنه الأكسجين هذا موجود معناه ما رقم معناه واحد، هذا الواحد يعني بأن جزيئة الماء تتكون من ذرة واحدة من الأكسجين، ذرة واحدة أكسجين. إذا الصيغة الكيميائية تعبر لي عن نوع وعدد الذرات المكونة لجزيئة المركب. جزيئة الماء تتكون من ذرتان من الهيدروجين وذرة واحدة من الأكسجين. يجيني سؤال، اذكر نوع وعدد الذرات المكونة للمركبات التالية. لو نأخذ مثال غاز ثنائي أكسيد الكربون، غاز ثنائي أكسيد الكربون، الصيغة الكيميائية لغاز ثنائي أكسيد الكربون هو CO2. إذا الصيغة الكيميائية لغاز ثنائي أكسيد الكربون تبين لي بأن هذا الغاز يتركب أو يتكون من الكربون والأكسجين، عنصري الكربون والأكسجين. إيش قد عدد ذرات الكربون؟ إذا ما يكتب أي عدد معناها واحد، إذا ذرة واحدة كربون، يتكون من ذرة واحدة من الكربون. وإيش قد عدد ذرات الأكسجين؟ ذرتان أكسجين، ذرتان أكسجين. إذا الصيغة الكيميائية لغاز ثنائي أكسيد الكربون تبيني بأن هذا الغاز يتكون من ذرة واحدة من الكربون وذرتان من الأكسجين. نأخذ مثال آخر، حامض النتريك. حامض النتريك هو أيضا مركب كيميائي، صيغته الكيميائية HNO3. هذه هي صيغته الكيميائية. صيغته الكيميائية شو تبين لي؟ تبين لي بأن الحامض يتكون من الهيدروجين والنيتروجين والأكسجين. هذه نوع الذرات هيدروجين ونيتروجين وأكسجين، كم عددهم؟ الهيدروجين ذرة واحدة، ذرة واحدة من الهيدروجين. إذا لم نجد رقم مضروب في العنصر ذرة العنصر، إذا هذا واحد. شلون عندنا بالرياضيات إكس معناه واحد اكس، لكن الواحد لا يكتب للسهوله، نفس الحاله هنا واحد من ذرات الهيدروجين. ايش قد نيتروجين؟ ذره واحده نيتروجين. ايش قد اكسجين؟ موجود رقم، اذا ثلاث ذرات اكسجين. هذا بالنسبه لحامض النتريك. صيغته الكيميائيه بينت لي بان الحامض يتكون من ثلاثه عناصر او ثلاث ذرات، هي الهيدروجين والنيتروجين والاكسجين. ايش قد عدد الهيدروجين؟ ذره واحده من الهيدروجين. نيتروجين ايضا ذره واحده. اكسجين ثلاث ذرات. ناخذ مثال اخر، الميثان. الميثان CH4.
الصيغة الكيميائية للميثان بينت لي بأن الميثان يتركب من عنصري الكربون والهيدروجين. هذه نوع الذرات. شقد عددهم؟ كم ذرة كربون؟ ذرة واحدة كربون. ذرة واحدة كربون. شقد هيدروجين؟ موجود رقم أربعة، إذا أربع ذرات هيدروجين. إذا من فوائد الصيغة الكيميائية، أولا تعبر لي عن جزء واحد من المادة. مثلا هسه إحنا من كتبنا الماء H2O، هذه كم جزيئة؟ جزيئة واحدة. إذا أردت تعبر عن أكثر من جزيئة، مثلا إذا أريد خمس جزيئات، نكتب H2O ونضربه في خمسة. إذا الصيغة الكيميائية تعبر لي عن جزيء واحد من المادة، ولتكرار أو عدد الجزيئات يضرب الرقم الدال على التكرار إلى يسار صيغة المركب. كذلك الصيغة الكيميائية تبين لي نوع وعدد الذرات المكونة لجزيء واحد من المركب مثل ما تطرقنا بالأمثلة السابقة. الآن نتعلم كيفية كتابة الصيغة الكيميائية، وهذا أهم موضوع موجود عندنا في علوم الكيمياء، ويعتبر من الأساسيات لطلبة ودارسي الكيمياء سواء في المرحلة المتوسطة أو الإعدادية وحتى المرحلة الجامعية. كيف نكتب الصيغة الكيميائية؟ طبعا بالبدء أي مركب كيميائي يتكون من أيون موجب وأيون سالب، هذه بالنسبة للمركبات أو فلز أو لا فلز. نكتب رموز الأيونات لعناصر المركب. أولا نكتب رموز الأيونات لعناصر المركب، ثم نكتب عدد تأكسد كل أيون فوق رمزه. نكتب عدد تأكسد كل أيون فوق رمزه. المفروض يكون المجموع الجبري لعداد التأكسد السالبة والموجبة في جزيئة المركب تساوي صفر. إذا ساوت صفر معناها الصيغة صحيحة والحل مالتنا صحيح. شو كنت تساوي لي صفر؟ من يكون عندي موجب واحد سالب واحد، موجب اثنين سالب اثنين، موجب ثلاثة سالب ثلاثة، يعني الأرقام متشابهة والشحنات مختلفة، مباشرة المجموع الجبري لعداد التأكسد السالبة والموجبة تساوي صفر. أما إن لم تكن المجموع الجبري لعداد التأكسد السالبة والموجبة في صيغة المركب لا تساوي صفر، شو نسوي؟ بذاك الوقت نستخدم طريقة الإبدال، أو في السابق كنا نسميها طريقة إبدال أو مقص، وهي إبدال عدد تأكسد الأيون الأول أو عدد تأكسد العنصر الأول من غير الإشارة لمن يعطى؟ يعطى للثاني. وعدد تأكسد الأيون الثاني من غير الإشارة لمن يعطى؟ يعطى للأول. هذه أهم الملاحظات اللي يجب فهمها عند كتابة الصيغة الكيميائية. خلينا نأخذ مثال بسيط حتى نطبق هذه الملاحظات. يجيني السؤال اكتب الصيغة الكيميائية للمركبات التالية. اكتب الصيغة الكيميائية للمركبات التالية. نأخذ مثال، أقول لك اكتبي لي صيغة بروميد البوتاسيوم. بروميد البوتاسيوم هو مركب كيميائي يتكون من البوتاسيوم والبروم. طبعا أنا سبقا نبهت الطالبات بحفظ الجداول الخاصة برموز العناصر وأعداد التأكسد، لأن إذا ما تنحفظ أنت حتى لو فهمتي طريقة كتابة الصيغة الكيميائية ومحافظة الرموز الكيميائية لأي عنصر من العناصر والأعداد التأكسد راح تفشيني بكتابة الصيغة الكيميائية. فيجب حفظ هذه الجداول الخاصة برموز العناصر وأعداد التأكسد. نكتب أسفل تحت اسم البوتاسيوم اكتب رمزه اللي هو K، اكتب رمزه K، والبروم أيضا اكتب رمزه اللي هو PR. PR هاي أول خطوة، نكتب رموز الأيونات للعناصر المكونة للمركب البوتاسيوم K والبروم PR. بعد ذلك اكتب عدد تأكسد كل عنصر فوق رمزه، يعني البوتاسيوم موجب واحد والبروم سالب واحد. البوتاسيوم موجب واحد والبروم سالب واحد. الأيون الموجب وين يكتب؟ دائما إلى يسار الصيغة، والبروم يكتب إلى يمين الصيغة. ما عرفنا اليمين من اليسار، مباشرة تحت اسم البوتاسيوم بالعربي اكتب رمزة، وتحت اسم البروم أو البروميد اكتب رمزة. هنا نلاحظ، سبقا قلت نشوف هل المجموع الجبري لأعداد التأكسد الموجبة والسالبة يساوي صفر؟ إذا ساوالي صفر معناها الصيغة صحيحة. هنا سبق
هنا عندي موجب واحد سالب واحد يساوي صفر، إذا الصيغة اللي كتبناها صحيحة. شو تساوي لي مجموع الجبر لأعداد التأكسد السالب والموجب الصفر؟ من تكون عندي الأرقام متشابهة والاختلاف بأعداد التأكسد، يعني موجب واحد سالب واحد مباشرة يساوي لي صفر، موجب اثنين سالب اثنين يساوي صفر، موجب ثلاثة سالب ثلاثة يساوي صفر. فلهنا تنتهي كتابة الصيغة الكيميائية واكتبها بالصورة النهائية كي بي ار، الصورة النهائية تكون خالية من أعداد التأكسد، خالية من أعداد التأكسد. هذه هي صيغة بروميد البوتاسيوم كي بي ار. نأخذ مثال آخر، فلوريد الألمنيوم، فلوريد الألمنيوم. الألمنيوم هو الموجب، إذا يكتب إلى اليسار، والفلور هو السالب يكتب إلى اليمين. مباشر ما عرفنا يمين ويسار، نكتب تحت رمز نكتب تحت اسم الألمنيوم رمزه AL، AL، وتحت الفلور رمزه F، F. بعد ذلك أكتب عدد التأكسدي للألمنيوم موجب ثلاثة وللفلور سالب واحد. موجب ثلاثة سالب واحد ما يساوي لصفر، إذا أستخدم إبدال أو مقص. إيش أقصد بالإبدال؟ الإبدال هو نعطي عدد التأكسد الأول من غير الإشارة، هذا موجب ثلاثة أعوف الموجب أخذ بس الثلاثة، إما أنطي للثاني للعنصر الثاني، وعدد التأكسد الثاني من غير الإشارة إما يعطى يعطى للأول، يعطى للأول. هنا أصبحت الصيغة صحيحة. شلون أصبحت الصيغة صحيحة؟ هنا لأن بدلنا الثلاثة اعطيناها اللي هي للألمنيوم اعطيتها للفلور، والواحد اللي هو للفلور إما اعطيته اعطيته للألمنيوم. إذا أصبحت الصيغة صحيحة وأكتبها بالصورة النهائية AL، الواحد دائما لا يكتب للسهولة يصير ALF3، ALF3. وبهذا انتهت كتابة الصيغة الكيميائية لفلوريد الألمنيوم. نأخذ أمثلة أخرى للتوضيح أكثر. نأخذ الآن هيدروكسيد المغنيسيوم، هيدروكسيد المغنيسيوم، هيدروكسيد المغنيسيوم. المغنيسيوم هو الموجب، إذن يكتب إلى اليسار، والهيدروكسيد السالب إلى اليمين. المغنيسيوم رمزه Mg، Mg. الهيدروكسيد صيغته OH، وهو مجموعة ذرية، هو مجموعة ذرية. نكتب الأعداد التأكسدية لكل واحد، المغنيسيوم موجب اثنين والهيدروكسيد سالب واحد، سالب واحد، موجب اثنين سالب واحد لا يساوي صفر. إذا نستخدم طريقة إبدال اللي هي الاثنين، اللي هي ناخذ فقط الاثنين نعوف الموجب التابعة للمغنيسيوم، إما أنطيها أنطيها للهيدروكسيد. لكن الهيدروكسيد هنا مجموعة ذرية، فالمجموعة الذرية توضع داخل قوس، داخل قوس، والاثنين تضرب خارج القوس، فصار الاثنين اللي هو للمغنيسيوم إما نطيناه للثاني اللي هو الهيدروكسيد وخليناه داخل قوس، لأن هو مو ذرة وإنما مجموعة ذرية. وهذا الواحد اللي هو للهيدروكسيد إما أنطي للمغنيسيوم. وبهذا أصبحت المجموع الجبر لأعداد التأكسد السالب والموجب هنا تساوي صفر، وأصبحت الصيغة صحيحة. نكتبها بصورتها النهائية Mg، والواحد لا يكتب للسهولة OH. القوس يقرأ by، نقول OH by 2. فمن أريد أقرأ الصيغة الكيميائية لهيدروكسيد المغنيسيوم نقول Mg OH by 2، Mg OH by 2. سبق أن نبهتكم بأن الـ OH هي مجموعة ذرية، فالاثنين تضرب خارج القوس، يحوط بقوس والاثنين توضع خارج القوس. نأخذ مثال آخر، كبريتات الأمونيوم. هنا أنا عندي اثنين هم مجاميع ذرية، الأمونيوم NH4، والكبريتات SO4. هذا عدده التأكسدي موجب واحد وهذا سالب اثنين، موجب واحد سالب اثنين ما يساوي صفر. إذا نستخدم طريقة الإبدال، نعطي هذا الواحد من غير الإشارة اللي هو للأمونيوم المن يعطى يعطى للكبريتات، ونفس الحال الكبريتات هنا مجموعة ذرية توضع داخل قوس والواحد يوضع خارج القوس، وهذه الاثنين اللي هي تابعة للكبريتات راح تعطى المن للأمونيوم
وأيضا بما أنه مجموعة ذرية يوضع داخل قوس والاثنين تضرب خارج القوس، فأصبحت الصيغة الكيميائية NH4 by 2 by 2، القوس يقرأ by، و SO4 هنا ما نخليه داخل قوس لأن مضروب بواحد والواحد لا يكتب بالسهولة. إذا أصبحت الصيغة الكيميائية لكبريتات الأمونيوم NH4 by 2 SO4.